دفاعات القاهرة أعطانا الحق في الرد على أي اختراق إسرائيلي ولم يكبل أيدينا، أما إذا أرادوا أن يأخذوا جزئية الإجماع فهذا لا يجوز. الإجماع في الرد نعم نحن معه، لكن ما دام لا أحد يتحرك معنا فماذا نفعل؟ نقف مكتوبي الأيدي أمام هذه الجرائم المتواصلة من قبل العدو؟ نحن نتمنى على السلطة أن تأخذ موقفا جديا من هذه الجرائم وأن تعلن ولو بالشجب والاستنكار كما كان في الماضي وانقطع اليوم، أن تستنكر جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا المجاهد. يعطيك العافية. واخيرا ابعد الهضاب. We have always condemned those acts. The Palestinian Authority repeated its positions today in no ambiguous terms. We believe that this is the position that is supported by the overwhelming majority of the Palestinian people. There is, I have to note, an agreement among all Palestinian factions to commit themselves to quieting down the situation or a ceasefire, as you wish. And we expect everybody to implement on that, to comply with that. Thank you.